البديل عن الحرب اليوم؟ هل هو الذهاب إلى مفاوضات تعنى بموضوع ترسيم أو إعادة الحديث عن النقاط المتنازع عليها في على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، والحديث عن موضوع 1701؟ يعني إذا قبل لبنان الذهاب إلى مفاوضات بهذه المواضيع، قد يتراجع الإسرائيلي عن نية خوض حرب مع لبنان؟ لكن الإسرائيلي عنده شروطه وحزب الله عنده شروطه. شروط الإسرائيلي أنه يتحقق يتنفذ القرار 1701، أن يخرج حزب الله من منطقة جنوب الليطاني. نحن يعني سمعنا أنه هوكشتاين كان حكي أنه بدل ما تطلعوا 10 كيلومتر طلعوا 7 كيلومتر، بس بالمقابل مثل ما قلت لك طرح موضوع الصواريخ البعيدة، لأنه لما بتحكي على 7 كيلومتر هو حسبه الأمريكان أنه الكورنيت شو هو المسافة اللي ممكن بيوصل لها، هو لا يستطيع أن يضرب المستوطنات الإسرائيلية بمرحلة لاحقة إذا تعقد الأمور. الحزب الله رفض كليا، يعني طبعا عبر الوسطاء اللي شافوه يمكن الرئيس نبيه بري، أنه ما في إمكانية للبحث بالانسحاب من الجنوب أو تطبيق الـ 1701 أو تعزيز دور قوات الطوارئ الدولية أو نشر مزيد من الجيش اللبناني في الجنوب قبل أن تتوقف العمليات العسكرية في غزة وينسحب هذا الأمر على جنوب لبنان. الإسرائيلي واضح أنه اليوم لن يوقف العمليات في غزة قبل أن يحقق مكسب عسكري، لحد هلأ بعده بعيد عنه، مشان هيك الإسرائيلي عم يحكي أنه الحرب قد تطول أشهر طويلة وربما أكثر من سنة أو سنة ونص. ولكن اليوم هناك حديث عن أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 2 شهر بشرط أن تفرج حركة المقاومة الإسلامية حماس عن عدد معين من الأسرى الإسرائيليين اللي موجودين عندها. وهذا التحرك، يعني عم شوف تحرك سعودي في مصر، عم شوف المدير سي اي اي بقطر، عم يعني في تحرك عم بيصير بهذه اليوم تحديدا. يعني حركة حماس بكل قادتها بيعرفوا اليوم انه هن عندهم نقطة قوة كتير كبيرة، نقطة القوة اللي هي مسألة الأسرى أو الرهائن الإسرائيليين الموجودين عندها. النقطة القوة الثانية هي قوة عسكرية، يعني اليوم الإسرائيلي بغزة حليمة قدر بالشكل إذا بدك أو بالصورة يقول أنه هو اجتاح غزة عسكريا، يعني اجتاح شمال غزة وسط غزة، اليوم بالمعارك بالجنوب. بس العمليات الكبيرة والموجعة اللي عم تضرب الإسرائيلي هلأ هي بشمال غزة أيضا. بعد لحد هلأ يعني الحمساويون قادرين على أطلاق الصواريخ أيضا من شمال غزة. حتى عم بيقولوا أنه قدرت قوة حماس أنها ترجع تستعيد زمام المبادرة بكل منطقة الشمال. يعني هلأ نحن طلعنا من إذا بدك من الحرب الكلاسيكية اللي كانت معروفة بين الطرفين إلى حرب العصابات وحرب الكمائن والأفخاخ اللي عم يعني امبارح شفنا أولت امبارح عملية 21 إسرائيلي انقتلوا بضرب وحدة. اليوم الحرب ستكون فوق الأرض وتحت الأرض. الإسرائيلي عم يتفاجأ بكتير كمائن منصوبة لقاله، يعني بفوت 10 مقاتلين على نفق معين بيلاقوا أنه تفجر وماتوا بقلبه، ما بقى يعرفون دولتهم، ما بقى تعرفون. وبالتالي هيدي الحرب حرب استنزاف طويلة جدا جدا جدا. طبعا الإسرائيلي يحاول اليوم أن يحقق مكسب، اللي عم ينحكى فيه هو مثل ما تفضلت وقلتي اطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين اكثر من 100 اسرائيلي طبعا، وعم يقول انحكى بالمرحله الاولى هلا المدنيين، مقابل اطلاق عدد كبير من الاسرى الفلسطينيين. ولكن الاسرائيلي عم يطرح شرط كتير خطير ولا يمكن انه تقبل فيه حركه حماس، وهو اخراج قاده حماس من غزه. وهذا الشيء الكل بيعرف انه هني ما بيخرجوا الا جسس أو بيرجعوا منتصرين. هيدي مسألة عقائدية مبدئية. أنت بتتوقع اليوم السنوار وأبو عبيدة
ومحمد الضيف، هودي اللي عم يشوفوا انه عائلاتهم ابيدت عن كامل عن بكرة ابيها، انه هودي شو بتعني لهم انه الحياة انه يطلعوا ويعيشوا بمصر او يعيشوا بدولة او بايران او بدولة اخرى، يعني تعتقد وفشل مشروع نعم. يعني بيكون معناتها خروج يعني هزيمة. يعني تعتقد استاذ يوسف انه كل ما يحكى عن محاولات مفاوضات تحصل اليوم للوصول الى حل قد لا تنجح بسبب الشروط القاسية اللي وضعتها اسرائيل من ميل، وبسبب أنه يجب أن يخرج أحد منتصر في هذه الحرب، وتحديدا محور المقاومة في المنطقة، لأن لن يسمح لإسرائيل بأن تخرج منتصرة. يعني الإسرائيلي بيعتقد أنه يعني عمل ما يكفي من ضغوط عبر تدمير ممنهج لغزة وقتل أكثر من 25 ألف ضحية، أكثر من نصف النساء وأطفال، أنه هذا كافي لحتى يمارسوا ضغوط على حماس أنه لنوقف آلة القتل. بده يكون قدامكم خيار من اثنين، إما تهجير ما تبقى من فلسطينيين في غزة وأن تسيطر إسرائيل على كامل القطاع وعلى يعني الحدود الفلسطينية الحدود المصرية الفلسطينية، وإما أن تقبلوا بالحل اللي عم ينحكى فيه هلا، وهو إعلان أو رفع الراية البيضاء من قبل حركة حماس، وأن تسيطر بهذه المرحلة إسرائيل على قطاع غزة، وبعدين هي بتفرض شروطها السياسية والأمنية بقطاع غزة. هذا إذا سحبت منه، ونحن بنعرف اليوم أنه الإسرائيلي عم يحكي بحزام آمن داخل قطاع غزة وليس بحزام غزة إذا بدك اللي كان موجود قبل طوفان الأقصى. كل الخيارات اللي عم تطرحها الإسرائيليين اليوم هي مدمرة بالنسبة للفلسطينيين وتحديدا لحركة حماس. بالمقابل أنه حركة حماس طبعا يعني الخسائر اللي تكبدها الفلسطينيين بعد العملية يعني خسائر كتير كبيرة ومجازر، وبارح شفنا محكمة العدل الدولية عم تحكي عن إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وبتقول لك أنه أنا عمليا ما خسرت الحرب، عسكريا ما خسرت، ليش لحتى أعطي لإسرائيل هذا الانتصار وهو ما قدر يحققه، وأنا قادر قاتل لأشهر طويلة وقادر يعني كبدوا مزيد من الخسائر، وبالتالي إذا بده ينتصر الإسرائيلي فليمر على جثثنا في قطاع غزة، وليس أن نسلمه قطاع غزة ونخرج منه مهزومين. هيدا وأنا برأيي أنا أتفهم هذا الخيار. شو رأيك